ومعاناة الأهل في النقب والجنوب مستمرة، سواء في قضايا الأرض والمسكن وأيضا فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وجرفها، وهي أحداث تكررت أيضا خلال الأشهر الأخيرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي للحديث في هذا المحور مساعد رئيس مجلس القيسوم عقاب عواودي. أستاذ عقاب مساء الخير. يعني الاحتجاج هذه المرة يأتي لأسباب تراكمية دعنا نقول. نعم أخي العزيز، هذا الاحتجاج أتى بعد أن بلغ السيل الزبا في النقب وتفاقمت كل المشاكل وتم إغلاق جميع الأبواب أمام رؤساء المجالس المحلية في النقب. ثم كما نعلم منتخبين أن يقوموا بحل مشاكل التي يعاني منها النقب وخصوصا مشاكل المسكن، لكن للأسف الشديد هم من ذوي الصلاحية في هذا المجال. لذلك قام رؤساء المجالس المحلية في النقب بنصب هذه الخيمة في القدس للمطالبة بحقوق أهل النقب. نعم، حدثنا عن المشاركة قبل الخوض بالتفاصيل، المشاركة الحراك هناك، يعني كيف هي الأجواء داخل خيمة الأقصى؟ هنالك توافد على المستويين الرسمي والشعبي على هذه الخيمة من كافة أنحاء البلاد، سواء من النقب أم من الوسط العربي كافة. إن تكلمنا على المستوى الشعبي فهنالك وفود شعبية من النقب ومن الشمال ومن المثلث ومن كل الوسط العربي. أيضا على المستوى الرسمي هنالك جميع القيادات العربية تقريبا كانت في الخيمة، كان هنالك أيضا أعضاء كنيسة يهود في الخيمة، كان هنالك منظمات مجتمع مدني يهودية في الخيمة، كان هنالك رئيس الحكم المحلي في البلاد ورئيس أيضا مركز السلطات الإقليمية في البلاد في هذه الخيمة. الخيمة تشهد إقبالا وإجماعا كبير جدا، ويتوافد عليها الجميع من كل حدب وصوت، لأنها صوت الحق وصوت النقب الحر. نعم، يعني أنتم موجودون في القدس ونتنياهو بالمقابل يترك القدس ويتوجه إلى النقب لحشد الأصوات، يعني كيف ترى المفارقة في هذا الموقف؟ من جهة يهدمون ويجرفون، ومن جهة أخرى يعني يحاولون تحشيد الأصوات. هذه أخي العزيز، هذه قمة الوقاحة السياسية. أنت تتجاهل النقب على مدى أكثر من 70 عام، أنت تتجاهل حقوق أهل النقب، أنت تهدم لأهل النقب وفي نفس الوقت تزور النقب لكسب الأصوات ولجلب الأصوات لدعاية سياسية وانتخابية. إذا كان بيبي نتنياهو يريد الحل فهنالك ممثلين لأكثر من 300 ألف مواطن في النقب، فعليه وهم بجانب مكتبه، فعليه الحديث معهم. يعني نتنياهو بما فعله بتجاهله لرؤساء السلطات المحلية بجانب مكتبه وذهابه بالنقب، هو يريد إيصال رسالة بأنه سيستمر في تجاهل النقب، سيستمر في تجاهل حقوق أهلنا، وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. رؤساء السلطات المحلية يقولون الآن وبكل صراحة: لسنا مستعدين أن نكون شاهدين على معاناة أهلنا، لسنا مستعدين أن نكون أبر تخدير لأهلنا على ظلم السلطات. يريد وضع الجميع وبالتحديد حكومة نتنياهو أمام مسؤوليات. نعم عقاب، نقول دائما السياسة فن الممكن، وهنا يعني لابد من الحديث عن التوقيت، اختيار التوقيت لتسجيل احتجاجكم في القدس، يعني ربما خلال هذا التوقيت يعني هناك فرصة لتحقيق مكاسب لسكان الجنوب، هل تعتقد ذلك؟ هل تعملون من أجل ذلك؟ هل تلقيتم عروضا؟ نعم أخي العزيز، التوقيت ومكان الخيمة تم اختياره من قبل رؤساء السلطات المحلية بعناية. نحن كما نعلم الآن نشهد فترة انتخابية والكل يريد جلب الأصوات والكل يريد تحقيق مصالح، فلا ضير لنا بأن تكون هنا السياسة فن الممكن وأن يحقق لنا مصالحنا ومصالح أهلنا وأن يجلب حقوقهم أيا كان. نحن مستعدين للجلوس مع الجميع، لسنا ضد أي إنسان، ونحن في هذه الخيمة لا نمثل أي جهة سياسية كانت. أهداف هذه الخيمة نقباوية بامتياز، والخيمة نقباوية بامتياز. نحن ذهبنا إلى هنالك لأنه تم سد جميع الأبواب في وجوه رؤساء المجالس، وهم الآن عاجزين عن أداء مهامهم، لا يستطيعوا تقديم أي خدمات لأهلهم. هنالك ما يسمى بحكومة النقب، سلطة توطين البدو التي هي بالفعل سلطة تدمير وتطهير وتشريد البدو، وهي المتحكم الفعلي في أهل النقب من ناحية المسكن ومن ناحية الميزانيات ومن كل النواحي. نعم، يعني ما هو المنتظر؟ ما الذي تنتظرونه يعني لتقولوا نعم حققنا ما نريده؟ نحن
نحن بداية نريد من هذه الخيمة هي الإنجاز الأول، وحدت جهود أهل النقب وكل الوسط العربي بحيث لا يختلف عليها اثنان، هذا بحد ذاته إنجاز. ثانيا نريد رفع القضية وإحياء القضية، فنحن أخي العزيز كما نعلم بأن الإعلام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحاول إماتة هذه القضية، تحاول التضليل، تحاول الإيهام بأن أهل النقب محتلون لهذه الأرض ومتسلطون عليها. فنحن نريد وضع هذه القضية على الساحة، ونريد البدء في وضع حلول بخطة استراتيجية مهنية لمشاكل النقب. النقب لا يعاني فقط من مشكلة المسكن، النقب فيه مشاكل جمة، هنالك مشكلة المسكن، هنالك مشكلة القرى مسلوبة الاعتراف، هنالك مشكلة البطالة، هنالك مشكلة الإهمال للقطاع التعليمي. النقب يعاني من إهمال في كافة المجالات. لا نتحدث، لا يجب حتى اختزال المشكلة في مشكلة المسكن مع أنها الأهم. أخي العزيز، نحن نتحدث عن أكثر من 136 ألف مواطن نقباوي يعيش في قرى غير معترف بها، تفتقر لكل الخدمات، لكل الخدمات من مياه وكهرباء وغيره. أيضا في القرى والبلدات المعترف بها الوضع ليس بأفضل، لا يوجد هنالك قصائم بناء، لا يوجد هنالك مناطق صناعية، لا يوجد هنالك أماكن تشغيل، الوضع صعب جدا وعلى حافة الانفجار في النقب، وهذا ما لا نريد الوصول إليه. نعم. نحن نطالب. تفضل. نعم عقاب، يعني تابع الجملة الأخيرة لو سمحت. نحن نطالب هذه الدولة بمعاملتنا كمواطنين. نحن لسنا محتلين في النقب، لسنا طارئين على النقب، لسنا آمنين. نعم. لا وصلت نطلب المستحيل. وصلت الفكرة. مساعد رئيس مجلس القيسوم عقاب عواودي، شكرا لك، سنتابع بالتأكيد في هذا الملف.